بسم الله الرحمن الرحيم. بارت 6 من اليورينري سيستم، الجزء السادس، فلتريشن بريشر. طيب ضغط التصفيه، فلتريشن بريشرز. ذا ميجر فورس كوزينج فلتريشن از هيدروستاتيك بريشر ان ذا جلوميرولار كابيلاري بيد. اكثر قوه، الميجر فورس، ايش هي الميجر فورس اللي هي اللي تسبب التصفيه الفلتريشن؟ اكثر شيء يسبب التصفيه ايش هو؟ الهيدروستاتيك بريشر. ايش هو الهيدروستاتيك بريشر ديه؟ الضغط اللي بيسببه السائل على جدران الاوعيه الدمويه. يجي الدم بيضغط على جدران الاوعيه الدمويه وبتصفى حسب الضغط بتاعه ده. دي اكتر قوه مؤثره على الفلتريشن، على التصفيه. يبقى الهيدروستاتيك بريشر ان ذا جلوميرولار كابيلاري بيد اللي هو يرمز اليه بالرمز بي جي سي، اللي هو هيدروستاتيك جلوميرولار كابيلاري بريشر، وده عادة يعادل 60 مليمتر زئبق. ده هو الضغط اللي بيأثر. أبوست بيكون معاكس له by a smaller hydrostatic pressure within the tubules. بيكون في ضغط تاني موجود في الأنابيب اسمه hydrostatic pressure في التبيولز، يرمز إليه برمز BT، وده بيعادل 20 مليمتر زئبق، بيكون مضاد له. فيكون في ضغط بيطلع السائل برا الأوعية الدموية، وفي ضغط في الأنابيب عايز يرجع السوائل، فبيحصل في gradient اللي هو تدرج، إذا اللي هي الدلتا بي، إذا هيدروستاتيك بريشر gradient across the capillary wall. يلا الفرق بين الاثنين ديلا بيديني الgradient أو التدرج بينه، اللي هو بيكون بلقى الهيدروستاتيك بريشر أطرح منه الهيدروستاتيك بريشر بتاع التيوبيول. يبقى صافي الضغط بيكون باقي كم؟ 40. ده هو الضغط اللي بيكون بتمارسه السوائل على الأوعية الدموية عشان تصفي الدم. كانت تجيب مصفى وتكوب فيه شيء سائل، مثلا فيه جزيئات وعايز انت تصفيها، اذا في شيء معاكس وفي شيء معه، والمحصلة بتاعتهم دي، ده هو حيكون الضغط اللي حيمارس عشان يصفي الدم من الشوائب. Filtration is also opposed by colloid osmotic pressure of the blood. في شيء تاني بيعاكس التصفية دي، اللي هو شنو؟ اللي هو الضغط بتاع البروتينات اللي موجودة في الدم، اللي هي بتعمل لي colloid osmotic pressure أو oncotic pressure. colloid osmotic pressure اللي موجود في البلد، وده بيعادل 30 مليمتر زئبق. طيب الكلومرال كابيلاريز بلقى لما اجي في الاوعيه الدمويه بتاعت الكلوميرولار كابيلاريز في الكويبات، الهيدروستاتيك بريشر لو كان اعلى من الكولويد اوسموتيك بريشر، لو كان اعلى منه ايش بيحصل؟ فلتريشن اوكرز، بيحصل تصفيه، تطلع سوائل مصفيه وتطلع از يورين، تطلع شكل بول. ده في حاله الكلوميرولار كابيلاريز. الكلام ده كله نحن بنتكلم، بيكون عندي شرايين واردة وصادرة افيرنت وافيرنت ارتريولز، وبتعمل لي دي تيجي كلها في بومان كابسولز، ويجي بيكون في ضغط ممارس على الأوعية الدموية، بيكون في الهيدروستاتيك بريشر بيحاول يطلع سوائل، والكولويد اوسموتيك بريشر ده عكسه. فإذا كان الهيدروستاتيك بريشر أعلى بيحصل فلتريشن. يجي في البريتيوبيولر كابيلاريز، في البريتيوبيولر كابيلاريز في حتة الأنابيب، بلقى هنا الكولويد اوسموتيك بريشر الموجود في الانابيب بيكون اعلى من الهيدروستاتيك بريشر، وبهنا لهذا السبب يحصل اعاده الامتصاص، او الامتصاص بيحصل في التيوبولز دي. ابزوربشن اوكرز، ابزوربشن اوكرز هنا ليه؟ لانه الكولويد اوسموتيك بريشر اعلى من الهيدروستاتيك بريشر، ده حيكون نقص الهيدروستاتيك بريشر بدل كان 60 هنا في الانابيب، في التيوبولز بيكون اقل، وبالتالي يحصل الابزوربشن. يبقى اذا كان الهيدروستاتيك بريشر اعلى من الكولويد بريشر بيحصل فلتريشن، اذا كان العكس يحصل الابزوربشن. طيب الفلتريشن بريشر او فلتريشن بريشر او فلتريشن طيب الفلتريشن باسوي، طبعا هنا عندنا دي محفظة بومان عامة في الكلى، بومان سبيس دي في فضاء او في شيء فراغ هنا فيها، بلقى في ابيثيليال
فود بروسيسز زوائد وسليت ميمبرين وفي أغشية، وبلقى في البيزمنت ميمبرين ده اللي هو الغشاء القاعدي اللي هو بيتقسم لثلاثة أقسام، لامينا ريرا ولامينا دينسا ولامينا ريرا، ثلاثة أقسام. وبلقى في فينستريت اللي هو فيه فتحات أو ثقوب عشان يحصل من المصفى زي الثقوب المصفاه عشان يصطفى بيها الدم. وفي اندوثيليال سيل بعدها، وفي كابلر ليومن الوعاء بتاع الاوعيه الدمويه. ذا فلتريشن باسوي اللي هو طريقه التصفيه فروم ذا كابلر ليومن، من التجويف بتاع الاوعيه الدمويه عادي شريان ماشي يدخل في البومان سبيس، يجي في منطقه البومان محفظه البومان، باس ثرو ذا فينستريت يتصفى، تمشي عن طريق الثقوب دي بين الاندوثيليال سيلز. الفينستريت دي موجوده وين؟ بين الاندوثيليال سيلز بين خلايا الاندوثيليوم. Across the trilaminar basement membrane اللي هو من خلال الغشاء القاعدي. trilaminar بتكون من ثلاثة طبقات. أنا across the slit membrane وتعبر كمان منطقة السليت membrane. That connects the epithelial food processes اللي هو يوصل epithelial food processes. The filtrate الشيء اللي يتصفى ديا contain all substances في كل المواد ذات exist in the plasma، كل المواد الموجودة في البلازما بتتصفى هنا at the same concentration as in the plasma، بنفس التركيز الموجود في البلازما من الفينستريت دي والفلتريشن تتصفى except for plasma protein، ما عدا في أشياء ما بتتصفى من البداية ما بتتصفى اللي هي إيش هي؟ البلازما بروتين، بروتينات البلازما والسبستنس اللي هي bound to the protein، وأي مادة مرتبطة مع البروتين من البداية لا تخرج لا تتصفى. This is filtered at smaller concentrations بتصفى في اللي يصفى منها كميات قليلة جدا smaller concentration. طيب مرة تانية هنا قلنا الgradient بتاع البريشر الفرق الضغط اللي هو قلنا هنا البريشر الهيدروستاتيك بريشر في الكلومرولار كابيلاري والبريشر اللي موجود في التيبيولز ماينس البريشر اللي موجود في التيبيولز، المحصلة بتديني الهيدروستاتيك بريشر كريديانت اللي هو الفرق او التدرج بتاعه across the capillary membrane. الفرق ده drops only slightly from the beginning to the end of the capillary bed، على طول الأوعية الدموية بيكون الفرق بيكون بسيط. اللي هو تاني قلنا الاكس بي اللي هو rise because the filtration of the fluid without protein increase in the protein concentration. التركيز طبعا الاكس بي ده او الدلتا بي ده هو الانكوتيك بريشر اللي هو بيكون بسبب البروتينات، ده بيزيد كل ما مشينا في الأوعية الدموية كل ما هو بيزيد. ليش بيزيد؟ لأنك أنت بتصفي سوائل لما بتصفيها ومن غير البروتين، فالدم لما بيكون ماشي بيكون كمية البروتين بتكون بتزيد increase، بتزيد كمية البروتين تركيزه وبكده بتلقى هنا الكولومير الكابيلاري كل ما زاد اللينكس كل ما زاد اللي هو الضغط الكولويد اسموتيك بريشر، الضغط الأزموزي القرواني الكولويد اسموتيك بريشر أو الضغط اللي هو الدلتا بي دي اللي بيحصل بسبب البروتينات. Thus the filtration pressure البي اف يعني filtration pressure decline from beginning to the end of capillary wall أو capillary end sorry. بكده بلقى إنه الفلتريشن بريشر ضغط الفلترة أو التصفية بيقل كل ما مشينا على نهاية الأوعية الدموية أو الكابيلاري بيد كل ما قال معدل التصفية بيقل، لأنه بيكون تركيز البروتينات بيزيد، ولما تركيز البروتينات بيزيد بيزود الأنكوتيك بريشر أو الكولويد بريشر، وبكده الفرق بين الهيدروستاتيك والأنكوتيك بريشر بيقل فبالتالي التصفية بتقل. أتمنى أن تكون الحتة دي واضحة. أهم حاجة نعرف إنه الهيدروستاتيك بريشر هو اللي يطلع السوائل خارج الأوعية الدموية، والأنكوتيك بريشر أو الأنكوتيك بريشر أو الكولويد بريشر دي اللي هو برجع لداخل الأوعية الدموية. كل ما الهيدروستاتيك بريشر زاد كل ما كان الهيدروستاتيك بريشر أكثر كل ما طلعت السوائل.
الهيدروسيل، وده بنشوفها في اللي عندهم الأوديما، الأوديما سواء برا تتورم الرجول تتورم الأيدي. ليه؟ لأنه هنا بكون عندهم البروتينات ناقصة، مثلا في نقص البروتين، والنكوتيك بريشر بيكون عندهم بسيط، والهيدروستاتيك بريشر كتير فبطلع سوائل كتيرة بيحصل عندهم الإيديما. طيب effect of افرنت arteriolar بريشر. طيب الكونستريكشن، الكونستريكشن هو الانقباض في الافرنت arterioles الصادرة، increase resistance to the blood flow بيزيد الضغط والمقاومة لسريان الدم. The falling pressure downstreams in the glomerular capillaries reduce the filtration pressure thereby causing falling glomerular filtration rate. كل ما نزل الضغط اللي هو موجود على الأوعية الكابيلاري كابيلاريز بيقلل الضغط بتاع التصفية الفلتريشن بريشر، ولما يقل الضغط بتاع التصفية بيقل بالتالي الكلومرال فلتريشن ريت، معدل التصفية النهائي بتاع الكلى الكلومرال فلتريشن ريت بيقل. The rise in the resistance will cause a fall in the will cause resistance في الرينال بلود فلو. لما تزيد الريزيستن المقاومة، احنا ما قلنا كونستريكشن انقبضت الأوعية الدموية، وده بيزيد الريزيستن للبلود فلو. فلما تزيد الضغط ده، لما تزيد المقاومة أرينا البلود فلو بالتالي حيقل، أكيد حيقل ذا فول لأنه منقبضة مش منبسطة عشان تخلي الدم يدخل فيها كتير، في انقباض، وبالتالي لما كان في انقباض عملت مقاومة وده قلل الرينال بلود فلو. The fall in renal blood flow will increase the mean hydrostatic or osmotic pressure. ده بيقلل المين بريشر magnifying the fall in glomerular filtration rate، وده بيقلل معدل التصفية النهائي glomerular filtration rate تصفية الكلى. طيب measurement of renal blood flow، كيف انا اقيس انه الدم ده دخل الدم بيطلع كيف او بيخرج كيف او كده، كيف اعرف الرينال بلود فلو؟ عشان اعرف الرينال بلود فلو لازم اجيب لي ماده، الماده دي تدخل في الدم ولازم تتصفى بنسبه كامله، او يكون معدل التصفيه بتاعتها يكون كويس، يعني يكون بنسبه 1 او استخلاصه، يعني يجي تجيب لي ماده وخلاها تمشي في البلازما تجي في الدم، ولما اقدر وبعدك باستخلاص. فكروا في ماده، ايش هي الماده اللي ممكن تطلع والكليرنس بتاعها والتصفيه بتاعتها نسبه الاستخلاص بتاعها تكون 1 ميجرد باي اللي هو لقوا ماده اسمها برا امينو هيبيوريك اسيد، فصاروا يقيسوا الرينال بلود فلو بيقيسوا بماده اسمها البرا امينو هيبيوريك اسيد كليرنس بالتصفية بتاعته دي أو استخلاص حقه بالمادة البرا أمينو هيبيوريك أسيد. This is because its extraction ratio is very high. ليه اختاروا المادة دي من غير كل المواد؟ الاكستراكشن الخروج بتاعتها نسبتها عالية تقريبا 90%، اختاروا المادة دي لأنه الاكستراكشن بتاعها extraction ratio بتاعها very high تقريبا 90%. First we measure the effective renal plasma flow. في الأول أنا بشوف الإفكتيف رينال بلود فلو اللي هو جريان البلازما الكلوي الفعال، إفكتيف يعني فعال، الإفكتيف رينال بلازما فلو، زين ذا أكتوال رينال بلازما فلو، بعد ذاك أشوف جريان الدم الكلوي الحقيقي، وبكده يقوم يديني زين ذا رينال بلود فلو، بعد كده بشوف معدل تدفق الدم الكلوي. أوتو ريجوليشن اللي هو الأوتو ريجوليشن التنظيم ال يعني التنظيم الذاتي، التنظيم الذاتي يعني الكلى تنظم نفسها بنفسها، يا تزود الكلوميرن فلتريشن ريت التصفية بتاعتها أو تقليلها أو كده. In the absence of external neural and humoral factors، لما يكون ما في تأثيرات عصبية ولا في تأثيرات كيميائية، ما في تأثيرات أي تأثيرات داخلية، The kidney will maintain الكلى تحافظ على glomerular filtration rate والرينال blood flow relatively constant، معدل التصفية وسريان الدم بتاعها تقريبا يكون ثابت،
in the face of change in arterial pressure. مع تغيير الضغط الشرياني, ضغط الدم الشرياني. within the range of 80 to 200 مليمتر. تحافظ عليها في صورة ثابتة في الرينج بتاع من 80 إلى 200. مثلا ده الارتيريال بريشر, كل ما يزيد كل مره الفلتريشن ريت يصل لمرحله ثابته. كل مره الفلتريشن ريت ورينا البلد فلو يصل لمرحله ثابته. من الميزه بتاعت الكيدنيز انها عندها نظام بتاع اوتو ريجوليشن, تقدر تنظم نفسها ذاتيا من غير هيومرال او نيورال فاكتورز.